للمرة الأولى تحط قافلة الفريق الطبي التابع لمستشفى العيون وهيئة الزراعة القرنية رحالها في الجنوب، وتحديداً في مدينة سبها، لأجل إجراء عمليات مستعجلة لزراعة القرنية لنحو 40 حالة. نستهدف حالياً الحالات المجهزة حوالي 32 حالة. تم إجراء لغاية اليوم ما يعادل 14 حالة، بينها بين الزراعة القرنية والحالات اللي كانت مستعصية ومعقدة. الحملة استمرت 4 أيام وشهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين من داخل سبها وخارجها، خاصة في ظل افتقار المنطقة إلى مختصين في مجال الطب وجراحة العيون، حيث تعتبر هذه القافلة فرصة للمواطنين ممن تقطعت بهم سبل تلقي العلاج في المصحات الخاصة. الصبح بعد جيت الساعة 9:50 كيف فتحوا لي الجارزة، فتحها الدكتور حمد جروشي، نشكره جدا والحمد لله رب العالمين، أبصر علي النور ربي سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل العملية والطاقم الطبي وكل الناس اللي تدعي لي بارك الله فيهم، والحمد لله رب العالمين، يعني كانت فرحة كبيرة والله سبحانه وتعالى ما ينسى بعد، نسأل الله أنه يبصر كل مريض. يعني عندي أخوي عنده مشكلة، يعني مشكلة قرنية، مشيت به الفترة اللي فاتت لمستشفى الزاوية الدهماني، طبعا قاموا بعملية بحكم أن العملية رفضت، القرنية رفضت، وسمعت بالقافلة في سبها أنا، وأمس في الليل طلعت من جفرة ووجهت لي سبها أنا، وجيت المستشفى أنا وتبارك الله، قصدي الأمور سلسة ومشت الأمور. تأتي زيارة هذا الفريق الطبي إلى الجنوب في إطار توجه وزارة الصحة نحو دعم برنامج توطين العلاج بالداخل وإعادة الثقة بين المواطن والقطاع الصحي في ليبيا.